سلامتك. نرجع نراجع سريعا بس فقط لا بأس ولا أقل. طبعا الدماغ النخاع المتطاول، نرجع نذكر هون عندنا الخط الناصف الامامي، عندنا الخط الناصف الخلفي، عندنا ضلوع تلم او صحيح صحيح كلام مضبوط بالتعريف. هلا هون هي شو هاد؟ الهرم. هاد زيت ممتاز. هاي شق تلم الشق لا 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 بدون العصب، انا بحكي عن البروزات شباب من الامام البروزات. هل الشق الناصف؟ لا الشق الناصف الامام عندي السويقه المخيخيه السفليه يعني هون عندنا والسويقه المخيخيه السفليه. هلا اذا جينا من الخلف ثالث يعني وحده اثنتين ثلاثه البروز طالع لفوق طالع باتجاه المخيخ. هلا تقريبا احنا خلينا هون شوي معلش. هلا من ورا شو عندنا هون بروزين مهمين؟ الحدب الرشيقة والاسفين. الحدب الرشيقة والاسفين تمام. هاي السؤال خلينا نفهم. هاي السؤال. بالنسبة لنا نحن اللي بيهمنا بالموضوع هو انه هالتفاصيل هي محفوظه. هلا بنجي الجسم. الجسم هو عباره عن شيء يصل الياف جسر يصل ما بين المخيخ في السيارة. المخيخ فعندنا البورس الجسر عباره شكله هيك مثل الجسر. هون عندنا تلم شريان قاعدي. الشريان القاعدي اللي هو اتقاء الشريان طارق. هلا نحن بالنسبة لنا الجسر حنشوف هون مزيد بين الدماغ والجسر تقريبا اغلب الاعصاب تقريبا اغلب جزء كبير من الاعصاب القحفية تطلع من المنطقة والباقي بصير. طبعا عندنا بعدين بنتجه باتجاه ما يسمى الدماغ المتوسط. الدماغ المتوسط شو قلنا؟ سويقة وغلطة. تمام سويقة وغلطة. في عنا كل هالمنطقة هي تقريبا تسمى السويقة. هذا تسمى الغطاء. هالفتحة اللي هون موجودة شو اسمها؟ مثلا هذول الاثنين اللي هون الشرايين المدخلين العلوي والسفلي. طبعا هذا المسار المخي بيستمر وين بالقناة؟ السنترال السيسانيين. هون بالنسبة لنا هذه المنطقة بيسموها الغطاء وهي عندنا السويقة. وطبعا السويقة تنقسم إلى ساع وإلى الغطاء. هاي السقف. هذا السقف. أما هاي جزء من السويقة الغطاء. الدكتور سؤال، هلا سقف البطين الرابع هو من جهة المخيخ؟ إيه طبعا. صحيح البطين الرابع ما هو يعني ما هيك بشكل شوي من الأعلى يعني هيك يعني هيك توضعه. فهذا هو الجزء الأعلى. في جزء من الجسم وجزء من الدماغ المتوسط اللي بشكل أرضية. هي جزء من الجسم والبصل نسبيا. وعندك هون الجزء العلوي هو الدماغ المتوسط. فهذول بشكل أرضية. بيجي طبعا الشراع هنا بغطوا لذلك يعني البطين الرابع بس لكن توضعه مو هيك يعني عمودي لذلك بالفتره شوي ما نسبيا هيك بيكون هو حسب توضع الجنين حسب توضع ايه بس بشكل عام يعني في فبيعتبر هي الجزء العلوي هي الجزء السفلي عشان دائما نكون بذهننا الموضوع بشكل واضح. بس برجع بكرر للدماغ المنطقة اسمها السويقة. السويقة هي الساق وهي الغطاء. أما هي منطقة السقف طبعا هم عندي بروزين صريحين جدا هون الأكيمة العلوية والسفلية وبعدين منتابع باتجاه الأعلى لحد هون في المهن. أما بلش الدماغ البيني بالنسبة لنا الدماغ البيني شو الدماغ البيني؟ نهاد وطاء. يعني شو بذهنكم الدماغ البيني؟ دائما يعني بين الدماغ المتوسط والمكونات. اذا نحن بلشنا بدراسه المخ قسم عندنا الدماغ البيني والدماغ الامامي. الدماغ البيني في المجمل هو مجموعه من العناصر تتوضع في الداخل لكن بعكس تحديد الاكثر نحن عندنا جوف اسمه جوف البطين الثالث. الجوف البطين الثالث كل هالبنى التي تحدد أوجه البطين الثالث هي ما تسمى الدماغ البيني وهو يصل ما بين
جذر الدماغ وما بين الدماغ المتوسط والدماغ الخارجي. فسنجد فيه عناصر الياف عصبية وغيرها، وسنجد فيه بعدين تكتلات وتجمعات خروية لها يعني أهمية كبرى وظيفيا في النظر. في المجمل مشان نبتدي صح يعني نحكي بشكل مضبوط، بس هي بدي فرجيكم كيف انه بيبين جزء منه من الدماغ المبين. نحن هي بس فيكم زي المخيطة طبعا، هذا الفيلم الطولاني بكره بنشوف نحن عنا هون بتوضع عنا المنجل المخي. طبعا كان ما يربط بين الدماغين هو جسم السفني، حنشوفه بعدين. لكن الدماغ المبين لا يظهر، يعني شو بيظهر منه؟ يظهر منه جزء من الأسم، يعني يظهر منه جزء من الأسم. هلا نشوف ما يظهر من هلا بالنسبة للصلبري، يظهر منه جزء الأمامي اللي هو هذا. هلا أنا رح فرجيكم من هون وقائلة وقائلة، يعني حنشوف هيك. هذا الجزء السفلي، أنا إذا مسكت هيك وعملت هالمقطع رح شوف شو بيظهر عندي. يعني من هون لهون تقريبا بيظهر عندي. هلا نشوف هي الأجسام عم نحكي من هذه المنطقة، هذه المنطقة هو ما يظهر على الجسم، لكن هذه المنطقة في المجمل كلها تعتبر منطقة داخلية، ولكن لا يمكن رؤيتها بشكل عام أو لا يمكن الوصول إليها. فجزء من الدماغ البيني من الأسفل يعني عبارة عن ما يعني منكبت، أما الجزء الثاني هو صار. طيب خلينا ناخذ المنطقة، هاي المنطقة اللي شايفينها هون، الفراغ اللي شايفينه هون البطين، هذا اسمه البطين السادس. طبعا البطين السادس يقع عين بين بين ما يسمى نصفي الكرتين، هو فراغ نسبيا يقع ما بين نصفي الكرتين المخيتين. هلا بنشوف حدوده، سنقرا حدوده ونتعرف عليه. له حدود اماميه او له هلا بنشوف وله ايضا حدود سفليه او قاعده، وله سقف، وله حدود خلفيه. هلا في مجموعه عناصر ثانيه هلا بنذكرها بشكل مضبوط. حدود الاماميه تماما هون وين؟ الثقب بين البطينين تماما. الثقب اين تقع الثقب؟ بين الجانب والثالث. لكن هي اين تقع تماما هون؟ هي منطقه هون تقريبا بهالمنطقه هاي الجدار الأمامي. ها؟ تحت بين القبو والمهاد. يعني تقريبا ينتهي المهاد. هلا هي هي كتلة المهاد. هي المنطقة. هي المهاد. هي المهاد. طبعا هذا الوجه الأنسي من المهاد. هي المهاد. هذا هو الوجه الأنسي من المهاد، لأن المهاد عبارة عن كتلة خلوية من مجموعة الخلايا العصبية. هي مركز مهم جدا. لكن الخلايا ما في احساس بالجسم الا احساس واحد هو الشم. يعني الشم هو الوحيد اللي بيشارك في هذه المنطقه. هي كتله الثقب هون. هلا بنشوف الفورنيكس هذا بالمنطقه تمر ما بين الفورنيكس. طبعا هون تمام ما بين الفورنيكس. هلا انا حفرجيكم الحقيقه اللي بنشوف الدماغ الطبيعي اذا بيطلعنا الثقب الطبيعي، بنشوف الثقب. هي الكتله. اذا هي هنا. هلا المنطقه المتوسطه هي هي ما تصل ما بين المهادين. الحقيقه بسموها الهيجنز، يعني بسموها التقاء اكثر منه كونكشن. يعني الهيجنز في كتب الهيجنز انتبهتوا عليها، اتصال اكثر منها. تمام. هلا هي المنطقه اللي جاي هون، هي شو اسمها؟ القبو. هلا شو القبو؟ من اين ياتي القبو؟ القبو هل هو خلايا؟ هو امتداد، هو الياف العصبية. من اين ياتي؟ من اين ياتي القبو؟ امتداد الامعاء. هذا تفضل. من اين ياتي القبو؟ قد يكون من حصان البحر. تاتي الياف بالشكل من حصان البحر. متوضع اين حصان البحر؟ هنشوفه بعدين في الفص الصدري. بيجي بالشكل. بيطلعوا الياف، بنشوفهم بعدين. بيطلعوا بالشكل، بعدين طبعا بساق العمود القوي بيتحدوا مع بعض وبينزلوا باتجاه. وين بتروح الالياف؟ هي باي اتجاه؟ وين بتنزل؟ على مين هذا؟ على هالبروز الموجود عندي هو الجسم. ها؟
الحرمي الميري هي هي الياف القمو يشكل طبعا القمو وهون صار عندنا الحدود الأمامية للبطين السادس. هلا إذا جينا للسقف شو عندنا عنصر مهم جدا بيظهر هون؟ الضفيرة المشيمة. السقف بهالمنطقة امتداده لجوا شو بيشكل؟ سقف البطين الجانبي كمان. الحقيقة عندنا هون ضفيرة مشيمية مهمة جدا، هي الضفيرة اللي هون طيب. هاي الضفيرة المشيمية نشوف إذا في صورة لهذيك أحسن. الألوان تمام، يعني هي لونها أزرق، هذه ملونة من الشباب. يعني ماشي حالها هذه ماشي. هي بالنسبة لنا الضفيرة المشيمية عبارة عن ضفيرة طبعا من الطبقة، أما من الأعلى الحقيقة بتكون طبقة نسيجية مشيمية وأيضا طبقة من اللؤم الحنون تشكل سقفة البطين السادس والبطين الجانبي، فهي عندنا الضفيرة المشيمية. تمام، بدي استعين منك نحن نرجع للعناصر، معلش هدول دقيقين لكن نرجع لهم بس مشان وهي الضفيرة هون أزرق وأوراق، شايفين شكلها؟ على الأقل صار لونها مختلف نسبيا شوي. هلا هي بالنسبة للسقف، هلا إذا رحنا للحدود الخلفية، شو عندنا بالحدود الخلفية؟ عنصر مهم جدا نشوفه هلا الجسم الصلبي، هذا هو الجسم الصلبي. هذا هو اللي حاط عليه. الجسم الصلبي. شايفين؟ هذا الجسم الصلبي. هلا بس دلوا هلا طلعوا لي تحت وفوق مشان نشوفها. هذا الجسم الصنوبري، طلعوا لي فوق وتحت بجسم الصنوبري. بيجي جسم الصنوبري في عندنا ردب هون طبعا قبله منه هيك. في عندنا ردب من جسم الصنوبري. فوق وتحت في عندنا ملتقين. ملتقين شو النقطة؟ سؤال على بلش من هون. هذا جسم الصنوبري. هي عندنا الردب. هي عنا جسم الصنوبري هو الملتقى الخلفي وفوق الملتقى العناني. يعني الملتقى العناني فوق الجسم. فوق الجسم تماما، يعني هو استمرار لأنه الرسس تبعه بيجي بهالشكل. هي عنا الردب، هذا جسم الصنوبري، هذا الملتقى الخلفي، والمنطقة هي الملتقى العناني. طبعا ماذا يعني الملتقى؟ ماذا تفعل كلمة ملتقى؟ يعني شو؟ بدي تعبير عصبي عصبي. الياف. أنا قلت لكم ببداية هذا افهموا ما معنى الياف والخلايا مشان تضلوا متوجهين. الملتقى هو شيء يصل ما بين منطقتين، صح الكلام لغويا. بدي عصبي انه هناك مجموعة من الالياف تعبر من منطقة لمنطقة. نحن بنشوف هلا مثلا انه هذا الملتقى العناني وين بروح؟ بروح باتجاه مثلا النواه اللوزيه او شغله يعني له تقروا انتم كمان بشكل مهم. رح تابع هون عندنا الرسس تبع الرذب. هلا الرذب هذا بنهايته هون هالمنطقه جسم الصنوبري هون عندي المنطقه الخلفي. طيب هلا اذا رحنا هون عندنا بالاسفل، بالاسفل شو هو عندنا هون؟ تمام بدايه المسار المخي. هلا رحنا للامام، شو المنطقه هي برايكم؟ المنطقه هي شو اسمها؟ هاي ما يدون المهان. وهون الوطا، الوطا بنسميه هيك عشان ما نخبط. ما دون المهان هي منطقه الوطا. هلا بنشوف حدودها تماما، وهي المنطقه اللي سكرناها هلا. هذول شو؟ فوق ما فوق المهان. يعني الجسم الصنوبري والجسم العناني والمنطقه الخلفي هما ما يعتبر المنطقه فوق المهان. هي المنطقه تعتبر ما دون المحل، اما هذه المنطقه تعتبر الوطاء. وهي عندنا هلا بنشوف انه عندنا هون ثلث ما بين الجسم، ما بين المهاد والوطاء. شو اسمه هذا السلم؟ تحت هون. شو اسم الثلم؟ هذا الوطاء. هون السلم شو؟ السلم الوطائي المهادي. هلا هو السلم الوطائي المهادي ما بين الوطاء منطقه طبعا سيلفيو، هي شو اسمه قناة السيبر الأكويداكت اللي هي المسان المخي. هو عندي منطقة المهاد وهي السلم المهادي الوطائي، وطاء سلم الوطائي المهادي المهاد، وهي مدخل سيفيس. بس المنطقة العناني هو هي الملتقى هي الصنوبري ريسوس. يعني هو من تحته الملتقى الخلفي
اللي فوقه المنطقة العناني هو هيك بشكل رسوس يعني هذا هو. هلا نقطة واضح هون بشكل 100% حابين الصوت اللي بيجي هيك عشان نوضحه بشكل مضبوط. طيب شباب بيجي عندنا بنهاية المنطقة هون شو هون عندي خلفي هون منطقة العناني وهي المنطقة جسم الصنوبري وهذا الردم تبعه. هاي المنطقة تعتبر كلها منطقة بيسموها المهاد. هذا بجانب واحد؟ كل جانب في عنا هالشيء. لا إنه هذا الرسم. إيه جانب واحد طبعاً. بس نحن عنا جسم صنوبري واحد. مش الرسم هيك. يعني جسم الصنوبري هو جسم. بس الملتقين موجودين في الجانبين. يعني الملتقى هون لأنه الرسم بيجي هيك. يعني أنا جاي من اليمين يسار. شكل وردم. الجسم الصنوبري صار بالنص وعلى جانب الملتقى بملتقى من أمامهم من الخلف. هلا بالنسبة لنا هون شوفي عندنا عناصر. هلا هذا شو هذا؟ السفن. جسم السفن رح نتذكر ولو انه مش اخذت وقت لك نتذكر احسن. هاي المنطقة شو اسمها؟ ركبة. تمام وهذا جسم وهذا زي الحوية ما هيك؟ حوية حوية. هلا في بروز هون صغير هيك مثل يعني تقريبا بسموه ريسترو شو اسمه هذا؟ الخطر ايه الخطر بالنهايه هاي المنطقه بالنسبه لنا هذا كل هالمنطقه هي تعتبر الجسم السفلي. هاي امامه وهي خلف من الامام هون اسمها الخطر روسترو. هاي شكلها مثل ركبه هون جزع بعدين عندي ما يسمى الحوية اللي موجودة في الخلف. حوية يعني حوية. تيل بالإنجليزي. ليش تقريبا ليه سبلينيوم؟ ما عارف تيل. سبلينيوم. لا بلاك. هلا في عند الرستروم هون اللي هو الرستروم والنيول والترانك مع الأسبلينيوم. طيب هلا في الخط. في هون مباشرة بعض الخطم في عندي هالبروز هاد شو هاي؟ هي الصفيحة. بعض الخطم ومكان ذلك. هاي الصفيحة الانتهائية. بس ما عندها هي وهي الخط اللي هون الملتقى الامامي خط صفيحه انتهائيه وهي الملتقى الامامي يعني خط انا بدي منطقه الالتقاء مشان تعرفوا وين خط الملتقى الامامي الصفيحه الانتهائيه الخط الرسم الملتقى الامامي الصفيحه الانتهائية. هلا نرجع لي شباب ما ليش أطول. أليا. أما الصفيحة انتهي شو هي؟ تجمع. تجمع شو؟ مادة خلايا تجمع. أليا. ولا شو؟ لا. لا. مادة سيجارية. الالتقاء الأمامي صار عندنا مجموعة من الألياف تصير أبني. يا بني. المنطقة يعني صار في أرياف. أما هون عندنا ما في جانبين تفتح الصقب جانبين تفتح العقبوس. سداد دكتور أمل. هلا مهم بس أنا الهم بيزن الشرطي. هلا هون عندي إذا شايفين هالمنطقة مثل الريسوس هيك يعني مثل شو بيسموها هذا؟ وهون يلا مش لما ضلوا تخلطوا يعني هذا الردم البصري ما هيك؟ وهون عندي الاوبتيك كيازم مباشرة الردم البصري. طبعا في المنهج بيسموا هاي الباحة أمام البصرية وهون بيسموا هذا الريسوس اللي هون أو الردم هذا الردم البصري. بس هون أنتوا أنتوا هاي هنا الردم اللي بتنزل منه شو؟ هلا بنشوف استبعاد منه الانفندبيوم اللي هي شو؟ القمع. طب إذا في واضحة عندك هون القمع مع الأسد يلا معليش ايش هذا عندك في واضحة خذ هذا النص. أنا بحب بشوف فيكم من تحت ومن فوق عشان ما يضل زينك شيء يعني بالنسبة لك. فإذا حطيناه بهالشكل حتشوف أنت شو بينزل منه مش هتعرف القمع. هلا هي أوضح بشوي الجزء هذا أوضح شايفه؟ هاي منطقة الأوبتيك كيازم. بعد الأوبتيك كيازم هون عندي شو؟ رد البصر. طيب. هلا هون شو هاي المنطقة؟ رد
قمع. بعض القمع هون عندي تبروز هون شو اسمه؟ الحدبة الرمادية. هاي بس هاي أوبتيك كيازم. هون عندي الانفنديبيلوم. هون عندي حلب الرمادية. وهي طبعا الماميلاري بضي اللي هو جسم الحلمي. هذا احنا عم نحكي عن الوجه السفلي. اذا هون عندي الأوبتيك كيازم. هون عندي الانفنديبيلوم شكله مثل القمع ما هي. هون تقريبا هي صار اسمه الحلب الرمادية. هي صار اسمه الماميلاري بضي. يعني الجسم الحلمي الحدبة الرمادية بتنزل من القمع مع القمع لأنه هلا هي بتشكل جزء من الحدبة الرمادية مع الجزء من النخامة مع جزء بشكله شيء معين بالنسبة للنخامة الساقلة هاد شو هالون؟ السبلين مثلا الشميين هذا الشميين ايه لك وين العصب؟ العصب العصب هاي العصب وهاد شو هالون؟ القمع وهذا تصالب وهذا حدبة السبيب في عنا السبيب خلف وما متوسط هاي عنا العصبين البصريين هون عندي التصالب البصري وهون عندي السبيبين طيب هلا هاي منطقة القمع هاي الفراغ اللي هون القمع وراي هذول الجسمين حلميين الحلميين القمع طبعا هالبروز اللي بنهايته هي بسموها تيوبر سيناريوم اللي هي الجسم عفوا الحلبة الرمادية فصلين هذول ما كثير هذا عنا عصب بصري عصب بصري تصالب تراكت العصب السبيل جسمين حلميين هون القمع وهون بنفس القمع الحلبة الرمادية اللي طالع هو الحدبة الرمادية اللي بارز تقريبا الحدبة الرمادية لكن ما يستمر القمع هو بيجي هون عندنا عناصر ما يسمى النخامة بشكل عام في قسمين قسم عصبي وقسم غدي عصبين بصريين تصالب سبيلين هون القمع وهالمنطقة الحلبة الرمادية طبعا هدول جسمين الحلمية القمع هو الفتحة يعني القمع الفتحة والاستمرار هو بيجي هيك قمع هلا بتجي الحلبة قدامه شوي تماما والقمع بيستمر بالنخامة العصبية بشكل معين القسم يحصل ما بينهما الاتجاه السلجي هي بالنسبة لنا الحجر السلجي هلا رح ارجع عليهم ما تشوفوا زينكم بس رح اربط بين العناصر الخلفية خلفيونا مشان تحفظون هذا جسم هي شو هاد؟ جسمين هاد هاد الجسم عصب هون يلا شوف الدماغ المتوسط الساق المخية ممتاز هي الساق المخية أنا بدي اربط عشان تعرف الساق المخية باليمين واليسار بيناتها فراغ شو اسمها؟ المادة المثقبة الخلفية هون بهالحفرة شو هي المادة المثقبة الخلفية؟ مادة لا فيها هالفيزيكا مدوينة هذه المادة المثقبة الخلفية ليش مثقبة خلفية؟ في مثقبة أمامية شو بتمر فيها؟ فيها عصب بمر فيها فروع الشريان المخ الخلفي فبيسكرها يعملها تسقيط فبالتالي تصير مادة مثقبة خلفية بين بالحفرة تماماً على جانبي الساق هون شو هي عصابهم؟ حبيت الثالث شفنا هلا بنرجع نشوف احنا بس وصل للنهاية بنربط العناصر بعد ما نعرف تماماً بشكل عام هون مادة مثقلة هلا هون عندي هاد شو هاد؟ شو بيسموها؟ بصل بصل هاد سبيل هون في عندي شراعين في شراع وحشي وشراع انسي تحت الاوبتيك شراع الشمي الوحشي شراع الشمي الانسي وين دكتور؟ هلا بيناتهم هون الماده المثقبه الاماميه هي بالجهتين وين المثقبه الاماميه؟ هلا هذا السبيل هلا عندنا الهلا البصل وهذا السبيل هلا استمرار بمنطقه بشكل عندنا شراع وحشي وشراع تمثال انسي
هون المادة مسطرة مادة مسطرة أنا أما هاي صارت مادة مسطرة خلفي هاي عنا بصل الشمي السبيل هذا هذا نسموه شراء الوحشي الشمي شمي نسموه شمي وحشي واحد أنسي تحت هون بيناتهم هون مادة مسطرة الأمامية هون عندي البلا بصلة هذا السبيل هنا دي شراء شمي وحشي وتحته شراء شمي أنسي بيناتهم شو المادة المثقبة الأمامية مادة مثقبة هاد هون هالفراغ بين بين ساق بين الساق الساقين بس وقتين الساقين المخيين تمام مش هالفكرة مادة مثقبة في هلا مهم هي البصل الشمي هذا سبيل هون عندي شراء شمي وحشي شراء شمي أنسي مادة مثقبة أمامية وهذا يكون الفراغ هو مادة مثقبة خلفية الشراء هذا يعني صرنا فينا نعرف أحلى العناصر الموجودة نحن في جزء ما حكينا عنه هو هذا الجزء الأمامي هذا الجزء الشفاف هذا طبعا شو اسمه شو اسمه هذا الجسم؟ شوفوا هنا منطقة هاي هاي ما حكينا عنها القبو أمام القبو شو اسمها هاي المنطقة؟ الحاجز الشفاف سبتم في شفاف هذا هو الحاجز الشفاف شو اسمه هذا البطين؟ لا ما له علاقة هذا يحصل ما بين من؟ يصل ما بين البطين الجانبي والبطين الثالث هذا هو هلا هون فاصلينه هكذا نجيب اياهم تقريبا اذا حطيناه شايفين؟ ايه هو الحاجز الشفاف هذا هو الحاجز الشفاف جوا صار شو عندنا؟ بطين جانبي هون صار عندنا بطين ثالث بس شوي هلا هلا بعدين هدول النوى القاعدية هدول أنا النوى القاعدية يعني حقيقة شوي أعرف إذا بدكم تاخذوها هلا صعبين شوي عليكم ومش عن شيء بس تكونوا أخذين شوي في الدراسة لنعرف تماما الألياف الترابطية والألياف الإسقاطية والألياف مشان تعرفوا ما معنى يعني الإكليل المشع والنقط الأمامي والنقط الخلفي والإنترنال كبسول والإكسترنال كبسول اللي هن مجموعة عناصر يعني موجودة بالمنطقة. طيب سؤال هذا الجوف ضابط شو؟ هاي المنطقة أما هاي القبو هذا القبو القبو وصلنا لهون هذا الخطم هذا الجسم السفلي هون عندنا الخطم هاي القبو في مسافة بيناتهم هون هذا ارفع هيك هذا هو الحاجز الشفاف من الداخل هون عندنا بطين الجانبي ومن الخارج هون عندي شو الثقب امام القبو خلف بين العمود القبو والمهاد وليس عند الحاجز الشفاف بين البطينين اللي تصل ما بين البطين الجانبي والبطين الثقب بين البطينين اللي هي الثقب بين المطير هلا مونرو تماما اسمها ثقب مونرو هلا هون عندي المهاد المهاد كيف شكله؟ بيضاوي شكله بيضاوي لكن الجزء الامامي هيك مدبب شوي الجزء الخلفي بيكون مادة للخلف هلا امتداده للخلف امتداده للخلف لورا بشكل عندنا هيك بلور شو اسمها؟ مجموعه لورا للخلف شو اسمها؟ اسمها البولفينرز اللي هي عباره عن الوسادة هلا بنهاية الوسادة بتلاقي بروزين من الجهتين هم الجسمين الكبيرين الوحشي والأنسي. مع السواء. إيه. هلا هو بيجي تحته مباشرة شو بيجي عندنا هون الأوكينات. الأوكينة اللي بنشوفها الأوكينة العلوية والأوكينة السفلية. هلا بهالمنطقة هون بيجي عندنا الأوكينات العلوية. الوسادة الحقيقة داخل هي. ما تبين. بس أنا أعمل لك مشان الجسم شكله هيك. بتدرب من أنا عم بطلع مرة بعمل وسادة الوسادة استمرارة نهاية البروز اسم الركبين الجنجرين بتقرأ من ميديا الوسادة في الخلف فهي بالنسبة لنا هلا مهم نجي للوطاء توضع طول الوطاء ما هي والسلم الوطائي هلا هون الحقيقة في بروز هون هون هالشكل هون تحت مباشرة الضفيرة
شو اسمه هذا البروز او انا اسمه السطر النخاعي المهادي. ممتاز. هلا لو قريتوه تعرفوا هذا شكل. هلا هون هلا هي تصوير انا بدي هذا هلا سطر سطر السين طه راء سطر تعرف السطر السطر سطر هذا السطر سطر هذا السطر السطر النخاعي هو السين طه طلع لفظ غريز انا حرفيا ورا بعض غريزين هذا السطر النخاعي المهادي هون السطر النخاعي المهادي. الحياة له دور معين نحن ممكن شكل السؤال هلا نحن تماما بنهايته بس نحن هلا انا ما اذكره لانه بكره حيمر معنا في عناصر حتى تتكرر معنا في السطر سطر الدكتور في الداخل لدينا جماعة الانتهائي او الدماغ الامامي تشرعية مادية خلايا عصبية ومن الداخل نوع قاعدية طبعا المهاد بشكل جزء منها وأن بعضين عنا النواة المزندة وعن النواة العدسية وما بينهما محفظة الداخل والقوة الخارجية يعني هاي فكرة تقريبية ممكن حناخذ النواة القاعدية بشكل مضبوط وكيفية علاقتها مع بعضها وعلاقتها مع المهاد لكن الكتلة المادة السيجابية اللي موجودة هي اسمها كتلة ال من الخلايا النواة القاعدية النواة القاعدية فأنا المهاد يدخل ضمن هذه النواة الموجودة في هذا المنطقة بس بدي أفهم شغلة هلا المهاد على تماس مع مين؟ مع الانتفورم اللي هو العدسية بالخلف بتلاقي العلاقة هي ما بين المهاد والانتفورم بالأمام بتلاقي العلاقة بين ما هي النواة العدسية والنواة المزنبة لذلك بيعطي جسر بيسموه ركبة الانترنال كبسول يعني الانترنال كبسول بتعطي شكل ركبة بسمه فرد داخلي بعدين ما عندنا التفاصيل ما مشكله يعني انا بس على الطب احنا ما عندنا هنا اعصابنا جامد مذكر المهم الدماغ البين هو كل ما يحيط في منطقه فراغ في هذه المنطقه اللي هي عناصر يمين يسار في بعض العناصر مفرده مثل الجسم الصنوبري في كمان الحلبه الرماديه في عندكم الانفنديبيرون بالجهتين تقريبا بيجوا بس تكون جهه يعني هو بيجي بالوسط تماما مهم هي المنطقه هي ما تسمى البطين السادس البطين الجانبي عباره عن شكل سي يسموه حدود البطين الجانبي البطين هلا راح اعطيك اياها حدود يا راجل هلا راح نذكرها هي البطين جانبي لا سادس جانبي سادس كم هذا الحرج طبعا وين بوضع وين الحاجز الشفاف وين اي فص الجسم بوضع الجسم بوضع وين الجدار هذا بيروح الجدار وهذا بيروح لوين الصدر الصدري وهذا بيروح قفوة القفوة هذا البطين الجانبي هذا الفراغ اللي موجود هون اللي موجود هاي هذا البطين الجانبي هلا هذا البطين الجانبي يصل ما بين الفراغ البطين الثالث البطين الثالث عبر مسال المخ يصل البطين الرابع بعدين عشان تعرف وهالمنطقه تتحرك فيها هلا هاي البطينات لا ارضيه بلا سقف ولا يعني كفراغ طيب هي المنطقه اخذناها للبطين الثالث راح مشان نشوفوا أنا هاي هي البطين الثالث له سقف ضفيرة المشينية له حز أمامي له سفلي وخلفي طبعا جداره الوحشي شو هو؟ المهاد المهاد هون في عنا البروزة الاتصال بين الاتصال هلا هالمنطقة هاي تعتبر الوطاء وهي المنطقة مادود المهاد وتحت المهاد والتجمع هاي فوق المهاد وهذا هو المهاد هلا ما بين الوطاء والمهاد في الثلم ثلم المهاد السلم الوطائي المهاد شفناه على الناحية الأمامية نشوف استمرار لعمود القبو بين عمود القبو نهاية المهاد في عنا فتحة هون اسمها فتحة البطينية اللي بتمر أو المونرو
اللي بتمر فيها بين البطين الثالث والبطين الجانبي. هلا هالمنطقة هاي شو اسمها؟ نرجع هاي الصف هاي اسمها الخطب. هلا هذا المنطقة تمام، هاي الصفيحة الانتهائية، هالمنطقة هاي اسمها الردب البصري. طبعا الردب البصري هون عندي امامه في الاوبتيك أيوة. كيازم، عندنا الاوبتيك كيازم. هلا بالمنطقة هون بصير عندي الانفنديبيرو، بالطابع الخلف هون عندي الحنبيرة. هلا من جزء من القسم الخلفي للحلبة الرمادية لعند الصفيحة الانتهائية، هاي تعتبر منطقة الوطاق، هاي منطقة الوطاق. لذلك بقول لك منطقة ما تحت المهد هي خلفية وحشية كمائية شوي، يعني مو هيك تماما على المستوى، خلف وشوية غنيئة، يسار وحشية بالنسبة للوطاق. تمام، هذه المنطقة المشاهدة من الأسفل، هيك بنقدر نشوفها من تحت بس من هلا. إذا رحنا باتجاه المنطقة من هون لهون، هلا هذا لا تنسوا انه هي عندنا شو؟ الدماغ المتوسط. برجع بنكرر من هون لهون اسمها السويطة، هاي اسمها السقف. السويطة تقسم الجزء الأمامي إلى الساق والجزء الخلفي إلى الغطاء. إذا شوي خربطت بالتعبير أحيانا معلش وضع هيك مشان هذه السويطة، أما هذا التكتوم وهذا التكمنتوم. فهي عندنا البيناتهم ما يسمى عندنا المسار المخي. هلا من الناحية الخلفية في عندنا طاقة عدة عناصر، فعندنا رجل يجي بجهتين بينزل بيناته ما يسمى الجسم الصنوبري على الجانبين من الأعلى ومن الأسفل، من الأعلى العلاني الحبيرة ومن الخلف البوستيرو كمشير هو مقابل الأمام، يعني هذا بوستيرو وهذا أنتيرو. أما الفوق فهو الجسم العلاني، هي منطقة، يعني هناك ألياف تأتي من منطقة وتذهب إلى منطقة أخرى تصل ما بين هذه المنطقة. طبعا. هلا من السقف، اكثر ما يميز السقف عندنا هون شو؟ الضفيره المشيه. هلا صح كلامك ممتاز، بس فوق منه بدي تماما الضفيره المشيه تجي، وهي طبعا يعني استمرار في منها نسيج الطبقه النسيجيه المشيه تجي بسقف البطين كمان عندنا استمرار سقف البطين الجانبي. هلا هون عندي بنهايه باعلى المهال هون في عندي السطر اسمه السطر النخاعي المهالي، من المهاد لانه فطر مهادي مو مخاعي. هلا هي باستمراريته الخلف هو الحياه بشكل ما يسمى عندنا المنطقه العناني واستمراريته باتجاه المنطقه الخلفي. هلا هي بالنسبه لنا هلا هون الجزء الامامي اللي هو هذا القبو، هلا بالقبو بين يعني ركبه الجسم السفلي والقبو المنطقه في عندنا هون حاجز اسمه حاجز الشفره. هذا الحاجز الشفاف هو طبعا بيفصل ما بين الحاجز الشفاف جهتين، لذلك مكتوب بعض كتب جوف الحاجز الشفاف. جوف مكتوب يكتبوا جوف، يعني كيف بيذكروا حاجز الشفاف من هون وحاجز الشفاف من هون بيجي بيناتهم جوف. هذا جوف الحاجز الشفاف في بعض مقاطع بتشوفوها هون بقول لك جوف الحاجز الشفاف، يعني يكون بينات فراغ بسيط بين الحاجزين. اما الحاجز هو من يفصل ما بين البطين والمنطقه هذه، حتى فينا نقول بطين لانه البطين هي حدوده يفصل ما بين يعني البطين الجانبي والبطين الجانبي بالنسبه لنا الثاني اللي موجودين في الجهتين. بالنسبه لنا المهاد كتله، هذا وجه الأنسي اللي هو وجه الوحشي، له علاقة مع النواة المزمنة والنواة الأمام والنواة العرسية بالخلف، وشكله من الأمام بيكون بالبق هيك مدور شوي، ولكن من الخلف أعرض شوي بامتداد اسمه البردينا أو الوسالي. بنهاية طبعا هذا الكلام دائما أعتقد بشوفوا بعض المقاطع، لو أخذنا مقاطع بيعطي البروز اسمه الجسم الركبي. هلا هذول بيجوا مباشرة فوق مين؟ الأوكيمات اللي هي هذه الأوكيمة العلوية وهي الأوكيمة السفلية، لا تنسوا أوكيمة علوية أوكيمة سفلية. هلا المصطلح الأجنبي هو شو؟ جينيكوليت لمين؟ الأوكيمة كوليكوليت. هلا هذا الماميلاري لا تنسوا ماميلاري حفظناها تقريبا، يعني في المجمل العناصر صار اغلبها واضحه لدينا. انا بدي هلا ارجع للاعصاب شوي عشان نعرف كيف الاعصاب بدنا نطلع.
ذكرناهم بالتسمية هلا لكون أخذنا منطقة لأنه هلا صارت الأعصاب بالمجمل كلها واضحة قدامنا. لك تقديم الثاني معلش يا إن شاء الله ممكن جدد جلسة التعليمين. عندنا مشكلة شوي مع الدماغ الطبيعي كثير هش للغاية وحيا ممكن الاستخدام، فبدي أشوف شو فيني شو بقية منه إذا خارج على كل حال لازم تشوفه. خلينا نتجه باتجاه الأعصاب أو الكحف، يعني كل واحد عارف من المنشأ وكيفية اتجاهه مشان نفهم.